هنيجي بعد كده للهرمونز اللي هي بتتحد مع انترا سيلولار ريسبتورز. الانترا سيلولار ريسبتورز زي ما قلنا من شويه انها يا تبقى موجوده في السيتوبلازم بتاع الخليه يا تبقى موجوده على النيوكلاس بتاعه الخليه. عندنا اول حاجه الهرمونز اللي هتتحد مع سيتوبلازميك ريسبتورز اللي هم الستيرويد هرمونز اللي احنا قلنا عليهم من شويه، اللي هم الاستراكشر بتاعهم داخل في كوليسترول. طالما كوليسترول يعني فات، يعني الهرمونات ديت بنسميها لايبوفيليك هرمون. كلمه لايبوفيليك هرمون يعني انها تقدر تعدي بسهوله من خلال الممبرين بتاع الخليه، لانه فوسفوليبيد النيتشر زي ما قلنا، يبقى هي تقدر تعدي من خلاله وتدخل جوه الخليه لحد ما بتوصل للسيتوبلازم. بعد ما وصلت للسيتوبلازم بتبتدي تتحد مع الريسبتورز بتاعتها اللي سبيسيفيك ليها اللي موجوده في السيتوبلازم بتاعت الخليه. وبعد اتحاد الاثنين مع بعض بيعمل برضو الهرمون ريسبتور كومبلكس اللي بيبتدي بعد كده ينقل مجموعة أو يعمل سلسلة من التفاعلات والأحداث اللي بتتم داخل النواة بتاعت الخلية. إنه بيبتدي يعمل الدي إن إيه موجود جوه الخلية، بيبتدي يعمل له ترانسكريبشن وترانسليشن ويكون بروتينز جديدة. البروتينز الجديدة ديت هي في الآخر المطلوب من الهرمون، أو هي المطلوب من الأكشن بتاع الهرمون على الجلاند ده. يبقى هي بتعمل هرمون ريسبتور كومبلكس، بعد كده بتتحد مع جزء من الدي ان ايه اللي موجود في الخلية وتبتدي تعمل عملية ترجمة وعملية ترانسكريبشن للدي ان ايه اللي موجود جوه الخلية عشان تكون بروتين جديد، ويبقى ده هو الاكشن بتاع الهرمون المطلوب. مين هما الاستيرويد هرمون او ايه امثلة الاستيرويد هرمون؟ زي ما قلنا عندنا السكس هرمون كلها اللي هي الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون، وعندنا الجلوكوكورتيكويد اللي هم اشهر مثال ليها الكورتيزون، وعندنا المينيرالوكورتيكويد اللي هو اشهر مثال ليها الالدوستيرون. خلاص، بعد كده الهرمونز اللي هي بايند لينيوكلر ريسبتورز، وده المثال ليها او يكاد يكون الوحيد اللي هو الثيرويد هرمون اللي هو هرمون الغدة الدرقية. طيب الثيرويد هرمون اللي هو تي 3 والتي 4 لما بيجوا يشتغلوا، يا جماعة احنا قلنا ان هما درايفد من امينو اسيد واحد اللي هو عبارة عن التيروزين. دوت بيقدر ان هو يعدي من خلال الممبرين بتاع الخلية ويمشي جوه السيتوبلازم بتاع الخلية لحد ما هيوصل للنيوكليوس اللي عليها الريسبتورز بتاعته الخاصة بيه. اتحاده مع الريسبتورز بتاعته بيبتدي يعمل هرمون ريسبتور كومبلكس زي ما قلنا، وبعد كده بيبتدي جوه النواة يعمل نفس الحاجات اللي حصلت مع السيتوبلازميك او الهرمونز اللي اتحدت مع سيتوبلازميك ريسبتورز. يبتدي على الدي ان ايه يعمل ترانسكريبشن ويكون ويحصل جين اكسبريشن ويعمل ترانسليشن ويكون ام ار ان ايه، ومنه يعمل بروتين جديد ويكون هو ده الاكشن المطلوب من الهرمون دوت على التارجت اورجان بتاعته. يبقى كلمة السر في انه الهرمون يأثر على خلية او ما يأثرش على خلية هي وجود ريسبتورز خاصة بالهرمون ده جوه الخلية. هل الريسبتورز دي موجودة على السطح بتاع الممبرين من بره بتاع الخلية ولا موجودة جوه الخلية؟ ده بيبقى بناء على ايه؟ بيبقى بناء على الاستراكشر بتاع الهرمون او نوع الهرمون. لو الهرمون ده بروتين النيتشر يبقى مش هيقدر يعدي جوه الخلية، يبقى لازم الريسبتورز بتاعته تكون موجودة على السيرفس بتاع الخلية من بره، وبعد كده يعمل اكتيفيشن لحاجة اسمها سكند ميسنجر وهو هيكمل جوه الخلية. تمام كده. اما اذا كان الهرمون ده استيرويد هرمون او اذا كان ثيرويد هرمون، يبقى هو يقدر في الحالة دي يعدي جوه الخلية ويدخل جواها. والله لو كان استيرويد يبقى الريسبتورز بتاعته موجودة في السيتوبلازم، اذا كان ثيرويد يبقى الريسبتورز بتاعته موجودة على النيوكلاس بتاعت الخلية. في الوضع ده هيبتدي يتحد مع الريسبتور ويعمل هرمون ريسبتور كومبليكس،
واللي بدوره هيبتدي يأثر بقى على الدي ان ايه ويخلق بروتينز جديدة جوه الخلية لحد ما تتم الفانكشن المطلوبة من الهرمون ده. نيجي بقى لأول جلاند هناخدها في الاندوكراين جلاندس اللي هو الهايبوثالاموس. زي ما قلنا من شوية ان الهايبوثالاموس ده عبارة عن جزء من النيرفس سيستم له الوظائف الخاصة به في الجزء النيرفس، وده جزء كبير بيتاخد في النيرفس سيستم على حدة. لكن الى بجانب وظيفته النيرفس سيستم او النيورال، هو له وظائف تاني كاندوكراين جلاند. خلاص، الهايبوثالاموس موجود تحت الثالاموس وفوق البيتيوتري جلاند، بيبقى ماسك في البيتيوتري جلاند عن طريق حاجة اسمها البيتيوتري ستوك، واللي من خلال الستوك دوت او الجزء دوت بيبتدي يعدي الهرمونز اللي بتتفرز من الهايبوثالاموس، تبتدي تعدي لحد ما بتوصل للبيتيوتري جلاند وتأثر عليه. الهايبوثالاموس بيدي مجموعة من الستيمولاتينج والانهيبيتنج هرمون او الريليزنج والانهيبيتنج فاكتورز اللي بتأثر مينلي على البيتيوتري جلاند. خلاص، ومنه من البيتيوتري جلاند بتبتدي تأثر على غدد تانية او على اندوكراين جلاند تانية موجودة في الجسم زي ما هنشوف بعد كده. طيب ايه هي مجموعة الهرمونات اللي بيديها الهايبوثالاموس؟ اول حاجة عندنا الانتي دايوريتيك هرمون او اللي هو الفازوبريسين او اللي هو اسمه الاي دي اتش. ده عبارة عن بولي بيبتايد هرمون، الاستراكشر بتاعه صغير، بيتفرز من الهايبوثالاموس ووظيفته الاساسية ان هو يعمل ابزوربشن للووتر من الكدني ويحافظ على كمية المية الموجودة في الجسم. الى جانب كده الانتي دايوريتيك هرمون كمان بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز بتاعه الجسم، فبيرفع البلاد بريشر. خلاص، تاني هرمون اللي هو الاوكستوسين، وده برضو هرمون بيتفرز من الهايبوثالاموس، هو بولي بيبتايد، الاستراكشر بتاعه قريب جدا من الانتي دايوريتيك هرمون. وظيفه الاوكستوسين له دور مهم جدا في عمليه الولاده، لانه بيعمل كونتراكشن للماسلز بتاعه اليوترس عشان تعمل اكسبالشن للفيتوس. بعد الولاده له دور في عمليه رجوع الرحم للوضع بتاعه، ان هو بيمنع البوست بارتم هيمروج، بيمنع النزيف اللي بيحصل بعد الولاده، بيساعد زي ما قلنا انه الجينيتال سيستم كله يرجع للنورمال، الوضع بتاعه وللطبيعه بتاعته والحجم بتاعه مره تانية بعد الولاده. الى جانب كده له دور في عمليه الميلك ليت داون او عمليه نزول اللبن عن طريق ان هو بيعمل كونتراكشن للمايو ايبيثيليوم الموجود في الماماري جلاندس. وقبل ده كله هو له دور في الكويتس او عمليه الميتنج اللي بتحصل بين الميل والفيميل. الهرمونين دول اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون والاوكسيتوسين بيتفرزوا من الهايبوثالاموس، لكنهم بينزلوا يتخزنوا في جزء من البيتيوتري جلاند اسمه البوزيتيريور لوب بتاع البيتيوتري جلاند. يبقى هم تكوينهم هيبقى جوه الهايبوثالاموس، لكنهم بيتخزنوا في البوزيتيريور بيتيوتري جلاند الحين الحاجه لهم. لما الجسم يحتاجهم ويحتاج انهم يخرجوا، هيخرجوا من البوزيتيريور بيتيوتري جلاند. عشان كده هما برضو بيتصنفوا من ضمن الهرمونز بتاعه البيتيوتري جلاند. الهايبوثالاموس بيدي كمان هرمون اسمه الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، وده عباره عن هرمون بيأثر على الانتيريور بيتيوتري جلاند علشان يخليها تفرز هرمون تاني اسمه الاي دي الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون الاي سي تي اتش، اللي هو بعد كده بدوره بيأثر على الادرينال جلاند مينلي على الادرينال كورتكس ويخليها تطلع الهرمونات بتاعتها. يبقى هو عباره عن ريليزنج فاكتور بيأثر على البيتيوتري جلاند علشان تطلع الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، واللي بدوره هيأثر على الادرينال كورتكس علشان تطلع الهرمونات بتاعتها.
الهايبوثالاموس كمان بيدي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي هما الجي ان ار اتش، اللي هي بتعمل ستيميوليشن للانتيريور بيتيوتري انها تخرج الجونادوتروبين اللي هما الفوليكل ستيميوليتنج هرمون وال اليوتينايزنج هرمون او ال ال اتش اللي بيشتغلوا مينلي بعد كده على الاوفرز وعلى التست. كمان هرمونات بيديها الهايبوثالاموس عندنا هرمونين عكس بعض اللي هو الجروس هرمون ريليزنج هرمون والجروس هرمون انهيبيتنج هرمون. دول هرمونين عكس بعض، واحد منهم بيعمل ستيميوليشن للريليز بتاع الجروس هرمون من البيتيوتري جلاند، والتاني بيعمل انهيبيشن للريليز بتاع الجروس هرمون من البيتيوتري جلاند. يبقى هما الاتنين دول ليهم تأثير على الجروس هرمون، واحد بيطلعه ويزوده والتاني بيقلله. خلاص الهايبوثالاموس كمان بيدي هرمون اسمه الثيروتروبين ريليزنج هرمون او التي ار اتش، وده عبارة عن ريليزنج فاكتور بيأثر على الانتيريور بيتيوتري جلاند ويخليها تطلع هرمون اسمه التي اس اتش اللي هو الثيرويد ستيميوليتنج هرمون، اللي بدوره بيأثر على الثيرويد جلاند علشان يعمل لها ستيميوليشن وتطلع الثيرويد هرمونز بتاعتها التي 3 والتي 4. يبقى هي دي عبارة عن الاندوكراين فانكشن بتاعت الهايبوثالاموس، هي مجموعة الريليزنج والانهيبيتنج هرمون اللي بيطلعها ويأثر بيها على البيتيوتري جلاند ويخليها هي بدورها بعد كده تأثر على بقية الجلاندس التانية الموجودة في الجسم. في كمان حاجة احنا نسينا نقولها اللي هو البرولاكتين انهيبيتنج هرمون والبرولاكتين ريليزنج هرمون، برضو هما الاتنين دول هرمونين عكس بعض، واحد منهم بيعمل استيميليشن للريليز بتاع البرولاكتين من البيتيوتري والتاني بيعمل انهيبيشن للريليز بتاع البرولاكتين من الهرمون. يبقى ال تي ار اتش الثايرويد سيروتروبين ريليزنج هرمون، الجروس هرمون انهيبيتنج والجروس هرمون ريليزنج، الجونادوتروبين ريليزنج، البرولاكتين ريليزنج وانهيبيتنج، والكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون زي ما قلنا. يبقى لو السؤال جه ايه هي الاندوكراين فانكشن بتاعه الهايبوثالاموس، بيتقال كل واحد من الهرمونات اللي احنا قلنا عليهم دول وسطر واحد او جملة واحدة عن الوظيفة.